اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. انتهت المباراه، مباراه تاكيد الصداره للنادي الاهلي والفوز بثلاث نقاط غاليه جدا جدا جدا. انتهت هذه المباراه 2-0 للنادي الاهلي. خلينا بس الاول قبل ما نتكلم ونبارك لضيوفنا نروح لكريم احمد ومعاه مدير الكره في النادي الاهلي كابتن سيد عبد الحفيظ. مرحبا بيك يا كابتن اسلام، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان. فوز مهم ومباراه اكيد ليها حسابات خاصه. كابتن محمد يوسف المدرب العام لفريق النادي الاهلي، الف مبروك يا كابتن يوسف. المباريات كلها مباريات صعبه، لكن المرحله الاخيره بتبقى صعبه جدا يا كابتن يوسف، بتبقى مرحله جدا 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 جدا. مبروك المباراه، بتشوف المباراه ازاي؟ الحمد لله. طبعا في البدايه طبعا بمسح على الكابتن اسلام وعلى كل ضيوفه الكرام. الحمد لله ثلاث نقاط، احنا انت عارف الهدف الاول بتاعنا زي ما بقول لك في كل مباراه هو الثلاث نقاط. يمكن احنا النهارده بدانا المباراه بشكل قوي جدا، دخلنا في المباراه بسرعه عكس المباراه بتاعت سموحه، الفوز اتاخر، لكن النهارده الحمد لله قدرنا ان احنا نرز هدف بدري، اضعنا فرص كتيره برضه لاحت لام بي فرص ما قدرش يستثمرها، لكن الحمد لله ان احنا قدرنا من الهدف الثاني. يمكن الهدف الاطمئنان او قتل المباراه جه متاخر، لكن في النهايه 2-0 بتبقى شكلها كويس احسن من 1-0. طبعا في النهايه الهدف من المباراه اتحقق. يمكن احنا لعبنا بكثافه هجوميه، امتلكنا زمام الامور، يمكن استحواذ معظم الهجمات بتاعتنا موجوده في على مرمى امبي. ان شاء الله ان شاء الله التغييرات بتاعتنا دايما هجوميه. يمكن النهارده مستر لاسارتي غير، اذا كان مروان اخر تغييره، وليد سليمان، جيرالدو، الثلاث تغييرات كلهم بشكل هجومي على اساس ان يخلي فرقه امبي رد فعل لينا. فانا بقول ان احنا الاجمالي بتاع المباراه بالنسبه لنا احنا احسن، وفي نفس الوقت كمان قدرنا نطلع بنتيجه المباراه خطوه بتضاف للخطوات السابقه، ثلاث نقاط بيضافوا في الرصيد بتاعنا، ونقلب برضو المباراه عشان نفكر ان شاء الله في مباراه 22، مباراه مهمه جدا مع نادي الاسماعيلي ان شاء الله، يعني نكون موفقين فيها ان شاء الله. مع نهايه الدوري وخلاص مباراه الاسماعيلي، المقاولين، مباراه الزمالك، بتبقى حسابات خاصه ويمكن كمان استعداد خاصه وتعليمات خاصه للعيبه. ابرز التعليمات اللي بيقولها الجهاز الفني والتحديد كمان يا كابتن يوسف انت مع اللعيبه بتقول لهم. انا متفق معاك طبعا، كلامك مظبوط تماما. ويمكن المباريات دي من ثمان مباريات قبل كده لما قلنا ان قدامنا ثمان مباريات وكان كل مباراه لا تتحمل يعني فقدان النقاط. فمباراه الاسماعيلي مباراه مهمه جدا. هنبدا نشتغل على فريق الاسماعيلي، نبدا ندرسه ونبدا كمان نشوف الغيابات اللي عندنا ونشوف ايضا في اصابات ولا حاجه او اجهادات. لكن مهم جدا ان شاء الله بعد اليوم الراحه ان احنا نبدا نفكر في مباراه الاسماعيلي. النهارده احنا عملنا مباراه جيم كويس جدا، في لعيبه ادت بشكل كويس جدا، مروان بيسجل بعد فتره غياب، يمكن بقى له فتره ما سجلش، سجل حسين الشحات، سجل النهارده، دي من الايجابيات. وليد سليمان بياخد اكتر، يعني عندك ايجابيات كتير، انا مش عايز انسى حد عشان معايا، لكن انا بقول ان الخطوه دي خلاص حطها ورا ظهرنا ونفكر في اللي جاي ان شاء الله. شكرا حبيبي، ربنا يكرمك. مستمرين معاك يا كابتن اسلام ومع كل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. ينضم لي كمان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. ينضم لي كمان الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، فوز مهم واكيد خلاص المرحله الاخير من بطوله الدوري العام بيتطلب شغل كبير جدا. النهارده جيم قوي، بنحرز هدف وفي هدف كمان في الدقائق الاخيره، حطينا في الاجواء، بتشوف النهارده المباراه ازاي؟ المباراه زي ما انت قلت صعبه جدا ومهمه جدا بالنسبه لنا، وخطوه يمكن من كذا ماتش قلت لك احنا عندنا خطوات بنسعى لها، الحمد لله خطوه مهمه جدا وقدرنا الحمد لله نحقق الهدف منها. اداء كويس وتركيز كويس ونتيجه كويسه، وطبعا انت عارف صعوبه المباراه خصوصا اللي هي في النهايات، مش في الدوري المصري بس، في كل الدوريات. يعني يمكن تشوف في الدوري الانجليزي المباراه صعبه جدا في اخر مباراه على ليفربول وعلى مانشستر سيتي، صعبه جدا، فهو ده اللي احنا بنقابله كمان، خصوصا الملعب برضو بيساعد الفرق اللي هي تتكتل شويه، لكن الحمد لله حققنا المطلوب من الماتش، والحمد لله ثلاث نقاط مهمين جدا، واعتقد ناقص لنا ثلاث خطوات وان شاء الله نحقق ان شاء الله المطلوب باذن الله. الفرحه بتنتهي بعد الثواني الاخيره خلاص من المباراه، وبيتم الاستعداد للفتره اللي جايه، وفتره مهمه جدا لان خلاص ثلاث مباريات اللي قادمين ان شاء الله يحسموا بطوله الدوري، لكن تحديدا مباراه الاسماعيلي كيف سيتم الاستعداد ليها؟ التأهيل النفسي اللعيبه، الدوافع كمان عاليه جدا في المرحله دي يا كابتن. زي ما انت قلت المباراه بتخلص بعد صفاره الحكم على طول. راجل دلوقتي احنا عندنا بكره اجازه، وبعد كده نبدا الاستعداد لمباراه الاسماعيلي. نتفرج عليهم كويس، ندرسهم كويس، ونشتغل عليهم كويس، ولكن في الاول والاخر برضو احنا زي ما قلت لك قبل كده اللي احنا ان شاء الله نكون احنا اصحاب القرار، واحنا اللي نبقى مسيطرين على المباراه، واحنا نفرض سيطرتنا ان شاء الله من الاول. شكرا.
بنشكر اكيد الكابتن سامي قمصان، كابتن محمد يوسف، لكن برجع لكابتن اسلام الشاطر وملعب الاهلي. شكرا جزيلا يا كريم. الحقيقه يعني زي ما حضراتكم شفتوا لقاء مع كابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان. بعد قليل ان شاء الله هنحاول نجيب لحضراتكم الكابتن سيد عبد الحفيظ، هم بس غششوني غلط، قالوا لي كابتن سيد عبد الحفيظ، بس ما فيش مشكله، كلنا واحد في هذا في هذه القناه. ورمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. كابتن فتحي برحب بيك مره ثانيه، كابتن بلال برحب بيك مره ثانيه، كابتن تامر برحب بيكم كلكم، والف مبروك 3 نقاط تاكيد الصداره للنادي الاهلي. الحمد لله طبعا على النتيجه قبل الاداء. الاداء يمكن كان متباين، الاداء لا يرقى لمجموعه لاعيبه النادي الاهلي اللي هم استقر بيهم وثبتهم وعملهم. كان في برضه بعض الاخطاء، كان في منافسه من علي ماهر برضه، نفس الفكره ان هو كان طمعان، مش طمعان في الماتش، طمعان انه على الاقل ياخد نقطه. فكان اداؤه واداء الهجومي بكثافه، ودي ادت شكل المباراه ان لا زالت لغايه الدقيقه 90 اللي هي دقيقه النادي الاهلي الموقف خطر بالنسبه لهم. احنا عندنا كنادي اهلي سجلنا هدف في اول 5 دقائق، وده كان المطلوب. وده اللي بس بعد كده لم نستغل هذا الهدف في ايه؟ في ان احنا نكرر التكرار بتاعنا في الاحتفاظ بالكرة والاستمرار والوصول للمرمى من خلال التمريرات والتحضير، وليس من خلال الكرة الطويلة اللي احنا برضو قلنا عليها في الاستوديو قبل كده. يمكن لما كنت وقفت مع تامر قبل الاستوديو قلنا على الكرة الطويلة، لكن نفس القصص دي كلها. احنا ليه احنا ما نحضرش ووصلنا؟ في برضو كم الفرص اللي بيضيع من النادي الاهلي ومن نجوم كبار. هل كابتن فتحي حضرتك بتكلمني ده هدف المباراة الأول، حسين الشحات الحقيقة حطها بشكل رائع الحقيقه في هذه المباراه، واحد من اهم وافضل الايجابيات في هذه المباراه حسين الشحات، وايضا اسرع هدف للنادي الاهلي في هذا الدوري يعني يحرزه حسين الشحات. ومهاره حسين، ما احنا كنا بنتكلم على اللاعب ذو المهاره، اللاعب اللي عنده مهاره هو اللي بيزود لعيبتي، مش محتاج لمدافع، مش محتاج اعمل دبل باس، اعتمد على نفسه. وفي تعاون كبير قوي من رمضان صبحي انه وقف على اساس ما يدخلش حسين في ان هو يبقى في تسلل. طبعا لعب، ده لعب جماعي غير مرئي، ما حدش يحس بيه، لكن ان الشحات يخش ويقدر ويقادر، يبقى ان هو عنده في دماغه انه بيرقص وبيحاور بيحتفظ بالكوره وبيسدد في المرمى وفي حارس مرمى. اذا وقبليها كان مضيع واحده اللي هو دخل برده فيها وعملها بشماله، بس غير الوضع ده، ده بيان اللاعب ذو المهاره هو القادر ان هو يقدر يخلصك من انصاف الفرص. نفس القصه يمكن الهدف الثاني اللي جابه مروان وجه كده، لان مروان عنده القدره ان هو عنده الثقه، عنده التسديد، لانه شايف المباراه من بره. اللاعب اللي جاي من بره ده شايف ايه اللي ممكن يتحل بيه مشكله التجمع او التكتل او الاخطاء اللي حاصله من بعض لعيبه النادي الاهلي في الانفرادات. فكان له التسديد وان هو حاطط الكوره، ما بقولش هو لاعبها عشوائيه، بالعكس وعاملها ببطن رجله وعارف هو فين يقدر يحط الكوره اللي يقدر يوصل بيها. ودي بتثبت بدله النادي الاهلي ان لا زال الدقيقه 90 هي مصدر الفرحه ومصدر السعاده. تمام كابتن بلال، مباراه ب3 نقاط، مباراه مهمه، استطاع النادي الاهلي ان يؤكد صدارته على الدوري العام المصري بهدفين مقابل شيء في هذه المباراه. كيف رايت المباراه بشكل عام؟ خليني بس اكد على كلامك وكلام تامر، يعني في بعض من الاوقات انت بتحتاج المكسب اكتر منه الاداء. مظبوط. النهارده فريق صعب، فريقين بفريق صعب، لكن احنا صعبنا، احنا برضو صعبنا الامور اكتر يعني، برغم ان من سهوله اللقاء. معلش يا بلال، خلينا نطلع نشوف كابتن سيد عبد الحفيظ، يا رب يطلع المره دي صح، نطلع نشوف الكابتن سيد عبد الحفيظ ونرجع نكمل مع حضرتك. مشاهدينا وكل متابعي قناه الاهلي في كل مكان، اكيد طبعا كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي اللي هنتكلم معاه بشكل كبير عن اهميه هذه المباراه، عن اهميه كمان الفوز النهارده في مباراه مهمه جدا. كابتن سيد الف مبروك النهارده، تحب تقولي على الفوز؟ فوز مهم جدا ومميز، واصرار اللعيبه بناكد عليه في كل المباريات يا كابتن سيد. يعني الحمد لله، طبعا ما زلت بقول انها مرحله فيها كتير جدا جدا من التركيز العالي جدا، ومرحله يعني وضع طبيعي جدا ان انت بتبقى مش عايز اقول بتقلق على الـ على الـ
على الفوز، لان ده وضع طبيعي في المرحله ديت، واستشهدت بكتير جدا حتى مانشستر سيتي اللي هي بجلاله قدرها، قلت ده كتير قوي يعني، لكن برضو ارجع اقول الحمد لله رب العالمين على المكسب. فوز مهم جدا، دخلنا في اللقاء بشكل كويس، ويعني من وجهه نظري الشخصيه ان فرقه الكره الكبيره بتبقى عامله زي الرسم البياني، بتطلع عالي قوي كده وبعدين تنزل شويه وبعدين تطلع تاني وبعدين تنزل شويه صغيرين وبعدين تطلع تاني خلال المباراه يعني، اوكي، لكن ما ينفعش ان انت تطلع للسماء مثلا وتقوم نازل للارض، ما ينفعش دي سمات فرقه كبيره. الحمد لله رب العالمين، يعني من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره حد اعترض على الجول بتاع 90؟ الحمد لله طبعا، الحمد لله. كمان نقطة مهمة جدا، وعلى ذكر الدقيقة 90 وبلس 90، ده بيدل ان في تركيز كبير يا كابتن سيد، وفي دوافع وفي اصرار وفي هدف، وهي بطولة الدوري العام، بتنقله ازاي الكلام ده للعيبة؟ طبيعي، خلاص طبيعة المرحلة اللي انت فيها بتقول كده يعني، من غير حتى ما تتكلم، مش محتاجة ان انت تبقى في دوافع، الدوافع موجودة في حد ذاتها يعني. احنا محتاجين 9 نقط كمان عشان نبقى ابطال الدوري، او 7 نقط عشان نبقى ابطال الدوري، لكن احنا هدفنا الاساسي هم 9 نقاط عشان نوصل للنقطه 82، ده ما فيهاش فصل، توصل للنقطه 80 حسابيا هتاخد الدوري، 82 بالتاكيد بتزيد التاكيد على بطوله الدوري. خدنا 31 لقاء لحد دلوقتي، جينا من مسافه بعيده جدا جدا، كتير شكك فينا، لكن جمهورنا وادارتنا ولاعبتنا وجهازنا كانوا عندهم يقين واصرار وثقه في الفرقه، مش في التسعين دقيقه بس، خلال الدوري ككل يعني. من اهم الحاجات اللي بتسعد الكابتن سيد وهي الايجابيات اللي في اللعيبه كمان وفي المستطيل الاخضر وداخل المباراه بجانب النتيجه، اكتر الايجابيات اللي شفتها النهارده في اللعيبه، مروان بيحرز، وليد بيلعب بيأدب، حاله التركيز اللي موجوده كلها يعني، من اول الشناوي لحتى اللي ما وافقوش في احراز اهداف، حاله تركيز عاليه جدا في اثناء اللقاء، في ارتدادهم، في اصرارهم، في تعاملهم باللقاء يعني. اللقاءات اللي زي كده والمرحله دي بتتاخد بالقلب والعقل يعني، قلبك بيكون يعني من نار او من حديد، لكن عقلك كمان، ما ينفعش ان انت تعمل اخطاء او ترتكب اخطاء تاثر على الفرقه يعني. مش عارف اقول مين اللي كان مخرج النهارده اللقاء، مش عارف، ممكن تبقى الاستاذه ايناس عثمان يعني، هي اللي ما بتعدش الحاجات دي عشان الفتنه يعني. انا اشوف ان في ضربتين جزاء، اشوف كده، هل صح هل غلط ما اعرفش، لكن هي لو هي اللي بتذيع، انا ما اعرفش مين اللي بيذيع اللقاء، لكن هي ممكن يعني ما بتذيعش الحاجات اللي هي ممكن بيبقى فيها شك يعني، عشان ما يبقاش فيها فتنه. الناحيه التحكيميه ما بنحبش نتكلم فيها، وان كان يعني انا في مذيع شيزوفرينيا اللي هو بقاله 7-8 شهور كل حلقه وكل كلمه بيجيب سيره سيد عبد الحفيظ من غير ما اعرف ليه يعني، مره كده ومره كده يعني، اساسا يعني اكنه هربان من فيلم كرتون، كل شويه يجيب اسمي وكل سيرتي وسيد عمل وسيد اتسوى وسيد قال وسيد اعترض وسيد، ويقوم يقف يقول سيد واقف كده، انا ما بعرفش هو واقف ولا قاعد الحقيقه في الاستوديو، لكن انا بقول له يعني اهدى شويه، الحقيقه مش كده خالص يعني، اهدى، والمنطق وفي ذاك الوقت وهنا السؤال، خلاص كلمه ادمت انا يعني الكلام ده خلاص بقى، العب واشتغل على نفسك شويه، وبعدين يعني حتى انت الحكام بقى وحشين دلوقتي بالنسبه للفرقه الثانيه والمنافسه يعني، مش المشرف اللي عندك اللي قال يعني بكل ثقه ما اعرفش جايبها منين يعني، انا كابتن سيد لو عايز تحكم الماتش اللي جاي تعالى، ما اعرفش الثقه دي كان جايبها منين يعني. حتى لما اتسال في بدايه الدوري قال لك انا المنافس بتاعي مش النادي الاهلي يعني، ده على اساس ايه يعني؟ السنه اللي فاتت انا بطل الدوري والتاني الاسماعيلي، اللي قبلها كنت انا بطل الدوري والتاني مصر المقاصه، ومن 3-4 سنين كنت انا بطل الدوري ورايا سموحه، ما اعرفش الثقه دي كانوا جايبينها منين يعني. لكن في النهايه انا بحترم الفرقه كفرقه وكنادي، لكن في النهايه انت بتلعب على شغل وبتنافس بشكل كويس قوي، ومصر على حاجه ان شاء الله الرحمن تنفذ باذن الله. شكرا. مبارك يا كابتن اسلام، اكيد للكابتن سيد، كابتن يوسف، كابتن سامي، ومصان الجميع ان شاء الله. مباراه القادمه مباراه تكون على اعلى مستوى الفريق للنادي الاهلي، واستمر النادي الاهلي في سلسله الانتصارات. عوده ليك يا كابتن اسلام. طيب شكرا جزيلا لزميلنا كريم، لكن برضه لسه خدها من على بقنا احنا الثلاثه، الكابتن سيد عبد الحفيظ، ان حكم او مخرج المباراه الحقيقه كل مخرجينا المصريين الحقيقه، وكل المخرجين اللي بيذيعوا من ماسبيرو من اعظم المخرجين اللي موجودين في العالم كله الحقيقه، وده كلام حقيقي. ولكن النهارده كان النهارده والمباراه اللي فاتت، لكن النهارده تحديدا الماتش كان اللعبه بتتلعب وبيعيد وبيعيد اللقطه مره ثانيه، وفي لقطات معينه ما بتتعادش. انا الحقيقه برضو مش عارف ليه، هل من الممكن ان احنا الحاجات دي نشوفها بعد كده؟ مش فاهم انا الحقيقه، حاجات كتيره جدا انا ما فهمتهاش النهارده، كلنا انا وتامر وكابتن بلال وكابتن فتحي واحنا قاعدين كلنا استغربنا جدا يا كابتن فتحي من عدم اعاده لقطات بعينها، وفي نفس الوقت اللقطه لما بتتعاد لقطه في نص الملعب وفي وقت من المفروض ان الكره لا ما ينفعش تتعاد فيه،
انا مش مخرج الحقيقه وما اعرفش في الاخراج قوي، لكن المفروض الاعاده اللي انا اعرفه يعني المفروض الاعاده تبقى في وقت التوقف مش والماتش شغال. بس هو في كور اصلا ما عدهاش، في كور اللي ما عدهاش يعني غير التركيز على الجمهور، خد بالك يعني غير التركيز على بعض الناس يعني اللطيفه البنت اللطيفه الصغيره دي كانت لطيفه، وبعض الناس يعني برضو وبعض الناس طبعا الحقيقه هم يعني المباراه بعض الاصدقاء صحيح بمجملها طبعا لا ترقى للاداء النموذجي اللي احنا ممكن نتوقعه من الاهلي، لكن ظروف المباريات في هذه المرحله والضغوط العصبيه اللي على اللعيبه ده بتؤثر على ادائهم الفني، بتاثر على ادائهم، بتاثر على استلام الكره اللي احنا ركزنا فيه قبل كده، الاستلام، التمرير، ان ازاي رأس، ازاي اتحرك بدون كره، ازاي اسدد، هل كل ده كان مفقود؟ المفقود ليه؟ لان الجهاز العصبي مهزوز، ومهزوز ليه؟ لان انت تحت ضغط عصبي، فده بيخلي شكل الفرقه مش يعني الحاجه الحلوه اللي انت مش موجود. لو النادي الاهلي جاب جول بعد الجول الثاني وبقى فيه 2-0 ما بقاش تحت ضغط، هيتحرروا من الضغوط اللي هم عليهم، هتشوف كره القدم الحقيقيه لفريق النادي الاهلي. بس انا مش محضرك في ده يا كابتن بعد اذنك. انت سجلت الهدف الاولاني، فبالتالي انت تحررت من كل الضغوط اللي عليك. لا لسه لا يا كابتن ما اتحررتش انا لسه، لان لو جابوا جول خلاص انا برضو بسهوله اتعدلت. انت كنادي اهلي انت اللي بتهاجم، انت اللي مضيع، انت اللي مسجل هدف، يعني الطبيعي انت يعني خلاص انت شلت كل الاعباء اللي موجود عليك وانت بتلعب مباراه بقى خلاص، يعني المفروض انت تبقى مسيطر وعارف انك بتلعب قدام كمان دفاع قليل جدا، انت عندك اثنين سنتر باكس من اسوء الاثنين اللي موجودين، اسف يعني من بس يعني اثنين من اقل الاثنين يعني اللي موجودين فنيه، بتكلم على الفنيات، اثنين باكين برضو من اقل الباكين الموجودين او للنادي الاهلي لعبه، فبالتالي انت كان ممكن تعمل جيم افضل من كده بكتير جدا من وجهه نظري. يعني النادي الاهلي النهارده هو اللي فرط في المكسب الكبير من بدري، تمام، احنا كان ممكن نكسب من بدري قوي يعني بطريقه اللعب اللي ابتدينا بيها المباراه، حسين الشحات لعب ناحيه اليمين، رمضان صبحي ناحيه الشمال، صالح جمعه في القلب، لكن في دورين انا شايف من وجهه نظري يعني تمام، معرفش تتفقوا معايا ولا يا كابتن، دورين مفقودين، الاثنين لعيبه مفقودين في الملعب، صالح جمعه وعمرو السوليه، مين النهارده فيهم البلاي ميكر؟ يعني النهارده في اوقات كتير جدا كنت محتاج صالح جمعه هو اللي يعمل الفروهات، خصوصا انك بتلعب قدام اثنين بطاقه جدا وعندك سرعات في الثلث الامامي، لكن كنت بشوف اوقات كتيره السوليه هو اللي قدام وصالح جمعه بيلعب على طرف الملعب، وده الكلام اللي احنا قلناه يا اسلام. بالظبط، وده الكلام اللي احنا قلناه قبل المباراه، ولكن على الرغم من كل الكلام اللي حضرتك بتقوله ده هناك ايجابيات كثيره في هذه المباراه. الايجابيات الكثيره اولها طبعا الثلاث نقاط، اكيد الثلاث نقاط هي الاهم دلوقتي، وتصدر الدوري العام، وده كلام اعتقد تامر اللي قاله، مظبوط تامر اللي قاله، والثلاث نقاط وتصدر الدوري العام اعتقد ان ده شيء مميز جدا جدا في ظل الظروف وفي ظل هذا الضغط وفي ظل كل المعوقات اللي بتحصل خلال الفتره اللي فاتت. حتى احنا اتكلمنا قبل المباراه عن ان في الملعب شكله في بعض الامور وكذا وكذا وكذا، وزي ما حضراتكم شايفين حتى في حاجات معينه بتحصل اثناء المباراه بتخليك تبقى متضايق يا بلال وانت قاعد بتتفرج، يعني انت وانت قاعد بتتفرج انا شايفك متضايق، في لقطات كده صح عايزين نشوفها تاني، بس عايزين نتاكد منها هل هي صحيحه ولا مش صحيحه. صح. حتى الكابتن سمير عثمان لما هيكون معايا بعد المباراه ما اعرفش هيبقى ليه عنده في لقطات يقدر يعملها، لان الاعاده ما بتجيش الا مثلا انا ما شفتهاش بصراحه تاني، لو ما عادهاش ما عادهاش فحاجه غريبه جدا، في حاجات بتبوظ عليك المشاهده يعني بتخليك مش يعني بالظبط كده، لكن طبعا هناك سلبيات وواضحه جدا لكل الناس، ولكن الايجابيات الحقيقه في كذا حاجه قالها كابتن محمد يوسف وكابتن سامي، لا في اجابات مهمه جدا، يعني النهارده مثلا الادوار اللي قام بيها حسين الشحات ادوار متميزه جدا، برافو عليك، تمام، يعني يعني انا احساسي ان هو اصبح عنده تحرر كبير يا كابتن، يمين شمال بالظبط، بيلعب في القلب، بيلعب ناحيه الشمال، بيلعب ناحيه اليمين، هو في اليمين افضل بكتير جدا، لانه في الشوط الاول قدر فعلا يستغل نقطه الضعف اللي موجوده عند نادي امبي. النهارده كل كره بيروح بيها حسين الشحات، عشان كده كنت دايما كنت عايز اقول ايه، ان انت طالما انت عندك الامكانيات ان انت تستغل نقطه الضعف يا كابتن، خلاص انت تشتغل عليها طول المباراه، يعني انا النهارده بلعب بوكس خلاص في نقطه ضعف عند اللعيب اللي قدامي لازم افضل اشتغل عليها طول المباراه. الشوط الاول حسين الشحات راح بثلاث اربع مرات كان ممكن يتسجلوا ثلاث اربع اهداف، عكسنا الشوط الثاني. انت عايز معلش عشان اطلع اشوف المؤتمر الصحفي وماذا قال مستر مارتن لاسارتي وعن هذه المباراة والفوز بثلاث نقاط غالية. في حد بيدير ¿Quieres comentar algo primero sobre el partido? Luego recibimos tres preguntas. Buenas noches. مساء الخير يا جماعة. Fue un partido difícil. كان ماتش صعب. MP fue un rival duro. كان منافس قوي. Que además en un
en la parte del encuentro incluso nos complicó. في جزء من الماتش كان سبب لنا بعض الصعوبة والمشاكل. Pero bueno, creo que de todas maneras el resultado es justo que nosotros ganáramos. لكن أعتقد إن النتيجة عادلة. Hicimos más, tuvimos más ocasiones que ellos. كان عندنا فرص للتهديف أكتر منهم. Y bueno, y repito, creo que el resultado es justo. وأعتقد إن النتيجة عادلة. حد عنده سؤال يا جماعة؟ Y llega siempre al arco del rival, pero no convierte esas oportunidades a goles. Y aparte de eso, Ramadán Sobhi tampoco mete goles, aunque se acerca al área y tiene muchas oportunidades también. Bueno, yo no voy a nombrar nada individual. مش هذكر لاعب عينه يعني. Esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده فعلا. Cuando uno no mete gol, لما في عندنا لاعب ما بيحرز اهداف, te preocupa las ocasiones que no se provocan, que no se generan. بنبقى قلقانين ان ما فيش فرص اساسا من للاعب ده. Nosotros las ocasiones las provocamos. احنا فعلا بنخلق فرص. Lamentablemente no estamos teniendo acierto. لكن لحد دلوقتي ما بنحاولهاش لاهداف في حالات كتيرة. Para resolver los partidos, عشان خاطر ننهي الماتشات بطريقة أسهل يعني وأهدى. Pero bueno, en lo que la semana pasada hablamos lo mismo. لكن الأسبوع اللي فات احنا اتكلمنا في نفس النقطة دي. Seguir trabajando. وإحنا قلنا إن احنا لازم نشتغل على النقطة دي. Una cosa sobre él preguntó sobre Ramadán. أنت سألت على رمضان. Hay una realidad. Ramadán hoy, ahora, ya metió un gol parecido al que falló hoy. رمضان المرة اللي فاتت جاب جون شبيه باللي هو خسفه النهاردة. Es decir, él está incorporando lo de meter para dentro y rematar de frente a la portería. هو بيحاول طبعا يقطع لجوه الملعب ويشوط على الجون. قبل كده ما كانش بيحاول المحاوله دي. لكن مع الوقت هيبقى فيه ان شاء الله تهديف اكتر ان شاء الله. طبعا عايز افرجكم طبعا على enhorabuena por la victoria y también por el rendimiento que algunos el rendimiento ha mejorado. Bueno, algunos a finales del campeonato de los equipos, bueno, su rendimiento baja normalmente, pero su rendimiento va subiendo y va mejorando. Bueno, si tuviste algunas reuniones con Walid Azaro, porque el año pasado era el goleador del campeonato y hoy está perdiendo muchas oportunidades. Sí, tuvimos una charla con él, una reunión con él. Hemos hablado. El entusiasmo que tenemos. El entusiasmo que tienen ahora los jugadores que van y juegan motivados. Si aplazan el partido de Zamalek después de la Copa de África, ¿cómo lo ves? ¿Esto el nivel va a bajar o no? ¿Cuántas preguntas son, Jan? Ahora dos. La reunión con Azaro y también el partido con Zamalek, sí. Lo de con Azaro hablamos, sí, como hablamos con todos. Azaro بنتكلم طبعا و كان في اجتماعات معاه كتيره وبنتكلم مع الكل طبعا. Los goleadores tienen eso. الهدافين بيبقى ليهم يعني اللي بيحصل معاهم ممكن يحصل معاهم هبوط في المستوى. El gol viene. الهدف ممكن يجي y a veces el gol se va. وممكن الهدف يتاخر شويه. Benzema, el striker del Real de Madrid. Benzema اللي هو الهداف بتاع ريال مدريد. Se ha pasado semanas sin convertir. قعد اسابيع بدون تهديف. Y ahora las últimas fechas está convirtiendo todas las semanas. وفي الوقت الحالي هتلاقي ان هو بيهدف اكتر. El fútbol es así. الكره كده. Respecto al otro no lo sé, yo no tengo mucho para decir porque no sé cómo se va a resolver la situación. مش عارفين لسه ايه اللي هيتحدد وايه اللي هيقرر. عشان كده هو بيقول es jugar los partidos. انا بالنسبه له هو عاوز تفكيره ان هو يلعب الماتشات. لكن لو تهدي اللي بعده si aplazan no lo sé, no lo supuesto no lo sé lesa افتراضيا ما يقدرش يجاوب eso dañará al equipo no lo, pero que no sé porque no بيقولك مش عارف لسه si llueve y si llueve y si cae nieve no lo sé مش عارف لسه مش nosotros ahora estamos con lo que estamos احنا مع اللي موجود قدامنا حاليا اخر سؤال بقى يا جماعه بعد الشوط
اتفضل. طبعا مبروك على الفوز. فيليتيداز بور لا فيكتوريا بور لوس تريس بونتوس. لوس تريس كامبيوس كي هاز هيتشو هوي. وليد سليمان. الكامبيو دو وليد سليمان ان لوغار دي صالح. اي تامبيان جيرادو ان لوغار دي شحات. هل الثلاثة أساسيين مع مروان بور ازار؟ bueno, has encargado esos jugadores que han entrado en el segundo tiempo con algunas misiones diferentes a los jugadores que estaban en el campo o por qué hiciste el cambio. En el caso de Soliman, nosotros estamos teniendo algún apuro, alguna dificultad por banda derecha. Canandena Mosquela fil Ganib el Ayman. Y cambiamos, es decir, el medio campo cambió en vez de ser. حمدي فتحي وصلاح وصالح جمعة. cambiamos a tres medios. خليناهم ثلاثة خط وسط. سولايا حمدي فتحي سليمان. سولايا وحمدي فتحي وسليمان. mayor control más عشان خاطر يكون في كنترول أكتر. y la verdad que el equipo mejoró a partir de mejoró. وبعد التغيير ده الفريق اتحسن فعلا. en el caso de Geraldo. وبالنسبة لجيرالدو. darle un poquito de electricidad un poquito de velocidad que Geraldo le da le imprime. على جيرالدو هو أسرع وبيدي سرعة على الريتم بتاع اللعب. حسين había hecho un buen partido. وحسين عمل ماتش كويس جدا. pero había trabajado mucho y me parece lo vi un poquito cansado. وفي الاخر ماتش ممكن حسينا ان هو تعبان شويه. y en el caso de bueno cuando uno tiene la suerte de tener a goleadores como Azar o como Marwan. واحد يكون عنده الحظ ان هو عنده أزار ومروان. este me quería darle una aunque sea una oportunidad de algunos minutos. في ممكن نديله فرصه في اخر ال ال y bueno, Marwan la aprovechó, ¿no? ومروان استفاد من الدقائق اللي هي بتاعت نهايه الماتش. شكرا. تفضل يا فندم. تفضل. طبعا مبدئيا مبروك مستر صادق الفوز الخامس على الاهلي. انورا بونا بور لا فيكتوريا. esto significa que hay mucho trabajo detrás. فاكيد ده حقيقي الفوز رغم انتظار الفرص ده اكيد في مجهود. bueno, a pesar de perder algunas oportunidades, esto muestra que hay mucho trabajo detrás. مستر مارتن بعيد عن الماتش شويه عن lejos del partido. según tu relación con Griezmann, ¿cómo ves su. ¿Cómo ves el futuro para él? ¿Cuál es de Griezmann? Bueno, no sé. Hoy, ayer امبارح y hoy النهارده me han llamado de varios medios españoles كلموني من وسائل اعلام اسبانيه por el tema sobre todo de que podría Barcelona y que podría jugar junto con Suárez ¿no? هو ممكن يتنقل لبرشلونه ويلعب مع سواريز وميسي pero no lo sé otros dicen del Paris Saint-Germain no lo sé هو بيقولوا ممكن يكون جاي له عرض من Paris Saint-Germain او Barcelona lo único seguro que Antoine ha dicho que no va a seguir en el Atlético اللي هو متاكد منه ان هو مش هيكمل مع اتلتيكو وكلنا مستنيين خلاص una pregunta quería comentar una cosa de lo que él dijo انا عاوز اسالك على حاجه من يعلق على حاجه انت قلتها no lo dude no lo dude hay mucho trabajo ما تشكش في بالنسبه للعمل وشغله في شغل كتير قوي هو بيعمله a veces sale mejor a veces sale peor ممكن ساعات بتحصل اخطاء لكن عاده بيكون في شغل فعلا وللفريق اللي احنا بنعمله شكرا رمضان كريم يا فندم رجعنا لحضراتكم مره اخرى بعد تصريحات مارتن لاسارتي ابرز هذه التصريحات زي ما حضراتكم شفتوا الماتش صعب ام بيسبب مشاكل في بعض اجزاء من المباراه اتكلم على ما اتكلمش على لعيب بعينه الحقيقه لكن اتكلم بشكل عام لما سئل عن رمضان صبحي قال بشكل عام وبعد كده رجع اتكلم عن تغييرات اللي عملها في المباراه تامر الحقيقه برضو خلينا نتكلم عن الشكل العام اللي انت شفته في هذه المباراه طيب انا بحب دايما اركن نتيجه المباراه على جنب خالص عمري في حياتي ما بحلل بموجب نتيجه المباراه انا مش شايف اي ميزه للنادي الاهلي النهارده عشان ما اضحكش على جمهور النادي الاهلي الميزه الوحيده النهارده في مكسب النادي الاهلي انه الاهلي وحش عرف يطلع ومعاه الثلاث نقط دي الميزه الوحيده اللي انا شايفها يعني مثلا الميزه مثلا ان انت شفت حسين الشحات كويس النهارده هل ده بالنسبه لك مش ميزه ماشي هتعتبرها ميزه مش ماشي انا بعتبرها ميزه انا ما اعرفش ممكن ماشي. انت بالنسبه لك ما تعتبرهاش انا بتناقش معاك لو هتكلمني على الشكل الفردي ما انا ممكن اقول لك ايمن اشرف عمل مباراه كويسه ممكن اقول لك حسين الشحات عمل مباراه كويسه لو هتكلمني ممكن اقول لك ميزه بقى اخلق لك ميزه جديده ان مروان نزل جاب جول لكن اسلام انا بتكلم على الشكل الجماعي الكوره ده تيم شغال انت النهارده لما تيجي تسالني النادي الاهلي اشتغل على ايه اتحداك لو حد عرف قال لي الاهلي النهارده اشتغل على ايه قول لي النهارده بلال اتكلم كلام منطقي جدا في الكوره بتلعب فرقه سنتر باكين بتوعها بطاء جدا ما استغلتش ده ليه ممكن قعد وليد ازارو لغايه اخر وقت عشان كده
مثلا أيوة. عشان السرعات حلو حلو قوي يا اسلام. قعد ولما قعد ايه اللي وصلته كام مره يعني انا دلوقتي يا اسلام مثلا عندي بلال بيلعب بدماغه كويس عشان تيجي تحاسب بلال ده انت عملت له كام كره عرضيه مزبوط. انا عندي ازارو راجل سريع طيب شغلته كام مره مع السنتر باكين هو ده بقى اللي عايزين نشرحه للناس ما هو ده الشكل هو الجماعي ده. بقى اللي انا بكلمك عليه انت اشتغلت على ايه كالنادي الاهلي انا مش شايف النادي الاهلي اشتغل على حاجه معينه يا اسلام مش هضحك عليك بالعكس تماما لما تيجي مقارنه لما تيجي تقارن بقى في حدود الامكانيات وانا مجهز حالات لما تيجي تقارن في حدود الامكانيات بتاعه امبي والامكانيات بتاعه النادي الاهلي لا انا شايف ان كابتن علي ماهر هو اللي عنده بصمات واضحه وشغل معين اشتغل عليه وراهن عليه وكان لو حلفه التوفيق نتيجه المباراه عمرها ما كانت هتطلع بالمنظر ده انا لازم اقول الحقيقه اللي برضو على الجانب الاخر لو الكره اللي ضيعها وليد ازارو كانت دخلت ما كانتش هتطلع انا ما قلتش على فكره كلامك مظبوط صح الكلام اللي انت بتقوله لازم تقوله ما هقول لك خلينا نتكلم كلام منطقي بمعنى ايه بمعنى ماشي اوكي قول وجهه نظرك ما فيش اي مشكله ولكن على الجانب الاخر لو الثلاث كرات اللي جابهم وليد ازارو بس اللي انا فاكرهم الحقيقه دلوقتي الكره الكورتين اللي بدماغه والكره اللي برجله كان النتيجه هتبقى متغيره حلو قوي ارد عليك فضل. طيب انا ما قلتش مبدئيا انا ما قلتش الاهلي ما ضيعش لكن الاهلي بيضيع انت قلت ثانيه واحده انت قلت ان النتيجه كانت هتبقى متغيره عن الشكل ده مظبوط صح مظبوط كانت متغيره هتبقى متغيره ولكن لو وليد ازارو احرز الاهداف اللي كان ضيعها بما انك بتتكلم بتقول ان فريق امبي احرز اهداف او اضاع اهداف كان من الممكن ان هي تغير نتيجه المباراه بنفس الوقت الاهلي اضاع اهداف كان من الممكن ايضا ان تغير نتيجه المباراه مين اللي جابه ومين اللي ما جابش هو ده التوفيق من عدمه يعني ده مظبوط ممكن اقول بقى وجهه نظري اتفضل الجول الاول يا اسلام انت ما بتشتغلش على حاجه معينه والدليل ان الكره اصلا كانت في رجل لاعبي ام بي اتقطعت فتحي عملها زي كانها بيعملها كورباك في ظهر المدافعين مزبوط. علشان يوصل حسين او رمضان كانت النيه غالبا لرمضان رمضان طلع ذكي وقف فيها علشان يخلي حسين اللي جاي من ورا مش في تسلل وراح جابها جول تمام. يعني اذا دي مش حاجه معينه انت بتشتغل عليها طيب الجول الثاني كاونتر اتاك فرقه خلاص فتحت بكل خططها كابتن علي ماهر راهن على كل حاجه وخلاص بقت 4 على 4 او 5 على 5 وهجمه مرتده طيب ايه بقى ثاني لما تيجي مثلا تقول لي وليد ازارو ضربه الراس اللي ضيعها على فكره بالمناسبه ضربه راس وليد ازارو لا يسال عنها المدرب لان انا كمدرب مش هعلم لا مهاجم دولي في منتخب بلده يحط ازاي الكره ضربه راس ازاي ونفس الموضوع رمضان صبحي الكره اللي دخل فيها العمق وحطها فوق المباراه اللي فاتت جاب جون زيها بالظبط فانا النهارده كمدير فني في حاجات هو ما يتسالش عليها بصراحه لكن النهارده يا اسلام لما تيجي تكلمني لا ام بي هو اللي عنده شخصيه ثاني شوط يا اسلام مع احترام النهارده لما تيجي تكلمني معلش هرجع بقى يا سمير اقول لك بقى امبي اشتغل على ايه امبي اشتغل الكابتن علي ماهر راهن على موضوع برافو يا بلال بص بلال بيعمل احنا الاثنين بنعملها مع بعض اللي الطرفين والتغطيه العكسيه الضعيفه اللي عند علي معلول راهن على رهانين راهن على واللي انا قلت لك عليه لما شكري بيدخل في عمق الملعب بسيوني بيروح في ظهره وراهن على الرهان الاول كوره احمد رفعت انه هيرهق احمد اللي امامنا دي معلش انا عاوز الحالات بسرعه يا اسلام عشان يبقى انا خلصت كلامي وامشي الكوره وامشي الحق صح بس هم روعه خلاص بص اول بص المشهد ده اتكرر كام مره احمد فتحي طبعا. احمد رفعت بيشتغل مع احمد فتحي هو الراجل ايمن يدخل لجوه يعمل الكروس في ظهر معلول يجي بسيوني او شكري او قعود ايا كان بس الغالبيه دايما هتكون بسيوني. محمد بسيوني برافو عليك وتكررت طب انت كمدير فني فين يا تقفلها من اول حته بص اتكررت كم مره رفعت بيفوت من فتحي وبيقف لجوه المره دي ما عملها بشماله راحت لبسيوني على الايمن اللي في ظهر معلول التغطيه الدفاعيه انت خلي بالك دي رابع حاله في الشوط الاول بس مظبوط يبقى اذا كابتن علي ماهر بيشتغل على حاجه معينه دي امكانياتي وحضرتك انا بشتغل على حاجه حضرتك والكابتن بلال والكابتن فتحي وضحتوا ده قبل المباراه تمام قلتوا ان هم هيشتغلوا على لعبه واحده بس في ظهر علي معلول اهي بص في ظهر لو فاتت دي كانت ممكن تخدع الشناوي وتخبط في الايم الشمال وتروح اخر واحده اللي هي اخطر واحده طبعا بتاعت بس كررت في اول بدايه الشوط الثاني اهو رفعت في الطرف الشمال المره دي مع ياسر مين في ظهر مين علي معلول ومين اللي بيحطها بسيوني يبقى اذا كابتن علي ماهر في حدود الامكانيات اللي معاه اشتغل على حاجه معينه راهن عليها بقى هنا بص برافو يا بلال بيشاور يعني المشهد ده اتكرر كام مره يا اسلام خمسه كده او سته طيب أربعة في الشوط الأول واثنين هم في الشوط الثاني مظبوط يعني إذا أنا في حاجة معينة في ملامح حاجة معينة أنا بشتغل عليها حتى لو هي حاجة وحيدة هي دي يا جماعة إمكانياتي أنا ولا في الملعب أنا كعلي ماهر أنا ولا لعيب عندي في الملعب لعيب دولي شاور لي على لعيب دولي عندي في الفرقة أيوه مين ولا لعيب لعب ماتش دولي في أي منتخب اللهم إن الأفارقة جايز
لكن مين لعيبه؟ لكن انت لما تيجي تكلمني رمضان صبحي لعيب دولي، صالح جمعه لعيب دولي، مروان ازارو، حسين حسين الشحات ما اعرفش لعب مع لعب مع المنتخب كله لعب الفرقه كلها لعبت دولي، فتحي معلوق. فانا راجل امكانياتي بتقول كده، اشتغلت على حاجه معينه. لو بسيوني كان اصاب او الشناوي كان اخفق في ضربه الراس بتاعت بسيوني اللي حطها والشناوي طلعها، عشان كده انا بقول لك ان النتيجه ممكن ما كانتش تطلع 2-0. اسلام انا بقول اللي انا شايفه في الكوره، النادي الاهلي ضيع ماشي، انا بقول لك النادي الاهلي ضيع وكل شويه يرجع يقول لي انا بشوف لا خالص، وبقول بامانه ان انت عمرك ما قلت لي ولا وجهت لي ولا قلت لي بصراحه. انا بقول بامانه بس انا مش عاوز اخدع، انا مش عقلاني. انا شايف الميزه الرئيسيه المين فريم بالنسبه لي اللي احنا قلناه للاستوديو اللي فات، ماشي ما تسالنيش عن الاداء بس مش بالمنظر كده يا اسلام. مش امبي اللي يفرض شخصيته عليك تاني شوط، مع احترامي الكبير لتيم امبي، فرقه بتصارع. وبرده متفق مع كابتن بلال، ما تكلم، شوف احنا قلنا الامكانيات ايه، كل لعيبتك لعيبه دوليه وهم ولا لعيب دولي، ما تكلمنيش على ضغوط. ما هو برده عنده ضغوط، انت عليك ضغوط عشان تكسب اللقب، وهو عنده ضغوط عشان يقعد في الدوري. هو حط نفسه في ازمه هو يسال عنها، ماليش دعوه دي مش قضيتي دلوقتي. امبي حط نفسه في ازمه انه بيصارع من اجل البقاء، لكن هو برضه بيلعب تحت ضغوط. نعم. انه عاوز ينجو من الهبوط ويقعد في الدوري الممتاز. يعني اذا انت عليك ضغوط وهو عليه ضغوط، بس انت لعيبتك كلها لعيبه دوليه، هو ما عندوش ولا لعيب دولي شخصيه وفرض شخصيته عليه، وما عندوش لعيبه كويره قوي يا اسلام عشان يعمل فيك كده. لا وانتوا قلتوا حضراتكم قلتوا قبل المباراه يا كابتن فتحي، اتفضل يا كابتن فتحي، انا حضراتكم انتوا الثلاثه اجمعتوا على ان في لعبه واحده بس بتتلعب. صحيح، بس محتاج بقى اتكلم. يعني هو فتح موضوع مهم جدا ونقدر نتكلم فيه. بص يا كره القدم مش لياقه ومهارة وخطة وبس. لو لياقة ومهارة وخطة وبس يبقى كل الكلام ده 100% سليم. أنا بقولش إن هو خطأ، لكن أنا عايز، ومش بدافع عن النادي الأهلي، أنا عايز أوضح حاجة ظاهرة غريبة عجيبة إحنا بنمر بيها، أو النادي الأهلي بيمر بيها، أو أي فريق بيمر بيها كفريق بطولات. النادي الأهلي خرج من بطولة أفريقيا، النادي الأهلي خرج من بطولة عربية، وبعدين راح خرج من بطولة أفريقيا تانية، وأصبح عنده هدف واحد هو بطولة الدوري. الضغوط العصبية اللي على الجهاز واللي على اللعيبة واللي على الجمهور واللي على البدلاء وعلى كل في منظومة كرة القدم دلوقتي ضغوط جامدة جدا 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 جدا. طب تقول لي ودي هتأثر في إيه؟ لا، الجهاز العصبي بتاع أي بني آدم، الانسان ما بيشغلش الا بيه. الجهاز العصبي هو اللي بيشغل لي عضلاتي، وعضلاتي هي اللي بتخليني اجري، وهي اللي بتخليني امرر الكوره، وهي اللي هتخليني اشوط. اذا عضلاتي مرتبطه بالجهاز العصبي. طب الجهاز العصبي اصلا مرهق وعليه ضغوط القديمه دي كلها. طب مع فرقه انبي ما عندوش ما يخسره، هينزل ينزل مش فارقه مع اللعيبه. اللعيبه بتستعمل هذه المباراه في حاجتين، هدف ان انا ما انزلش، وهدف ان انا اعرض نفسي بسعر عالي على اساس ان انا اقدر لو الفرقه نزلت يبقى انا قدرت ان انا اثبت نفسي ان انا عايز اروح نادي تاني بسعر غالي بسعر بسعر بسعر. اما مجموعه لاعيبه النادي الاهلي بخبراتهم العاليه دي اللي احنا بنقول عليهم لعبوا منتخب، لكن بالخبرات اللي هي موجوده، وخبرات ما هيش عاليه قوي، لكن الخبرات اللي هي موجوده واللي هي مكتسبه دي، هذه الخبرات متاثره من الجهاز العصبي عندهم مش شغال مظبوط. ليه؟ لانهم تحت ضغط. يقول لك الماتش ده احنا بنقول خلاص الماتش ده، احنا كمان هنا في الاستوديو بنقول ايه، خلاص الماتش ده خلص، ناقصنا ماتشين، ناقصنا ثلاث ماتشات. الانتظار فيه رعب، الامتحان فيه خوف قوي تعمل الواحد فيه. فدي حاجات هي اول مره النادي الاهلي يمر بهذه المرحله، ان عنده صدمات قبل كده، فهو خايف من حاجه. بيقول لك اللي ايه، اللي يخاف من العفريت بيطلع له، يعني انت مثل بلد يعني بيتقال كده. فانت دلوقتي اللعيبه كل لعيب مهزوز، كل لعيب مهما تديله ثقه، مهما تقول له انا النادي الاهلي، دي فانيله النادي الاهلي، ده جمهور النادي الاهلي، بس هو انجرح. مجروح من ايه؟ من افريقيا مرتين، مجروح من ايه؟ من بطوله عربيه في الوقت اللي هو كان النادي الاهلي احسن. يعني ما يخسرش افريقيا مرتين، وما واحنا عارفين خسروا ازاي. انت عارف وانا عارف وبلال عارف لما كلنا عارفين ازاي.
في نفس الوقت البطولة العربية احنا خرجنا منها. الهزة دي هتفضل، عشان كده انا قلت لا يصلح للنادي الاهلي الا لما يسجل الهدف الثاني، فالضغوط هتضيع. فجاء الكابتن نايل بيقول لا، ما هو انت جبت جول، اه جبنا جول، بس ما تردت عليها الكورتين اللي انت ذكرتهم دلوقتي ان اللي طلعهم الشناوي بايديه، فدي الثقه قلت شويه. طبعا دي تزود الهزه اللي انت فيها، هتخاف من الماتش، هتخاف انك تخسر الماتش، هتخاف تخسر الثلاث نقط. في صراع صح. انا بس الصراع الداخلي ده يا جماعه، ده في علم النفس، ده دي حاجه في الكوره. مش هاخد كلمه تامر اللي قالها قبل المباراه، ان هو اهم حاجه الثلاث نقاط. انا من وجهه نظري اه طبعا هناك ايجابيات وهناك سلبيات. يمكن السلبيات يمكن اللي اتكلم عليه تامر، ان او اللي عايز برضو يشرحه للناس تامر، ان في لعبه بتتلعب كل مباراه، واحنا قلناها قبل المباراه امبارح كمان مع احمد ثابت، والنهارده حضراتكم شرحتوها، واتلعبت خمس ست مرات. وانا متخيل مثلا يا تامر ان علي معلول في مباراه تانية اصعب شويه هيبقى اقوى من كده مثلا، يعني لانه انت كلاعب، بلال كلاعب مثلا لما بيجي لاعب، انا اسف، فرقه اقل يعني او بتنافس او كذا او كذا، غير لما بيلعب الزمالك او بيراميدز او المصري او الاسماعيلي او المقاولين، انت فاهم؟ ما اعرفش، انا بشوفها من الناحيه دي. لكن في النهايه هي اخطاء يجب ان يتم تداركها، زي ما حضرتك قلت وزي ما كابتن بلال قال وزي ما كابتن فتحي قال، ان لازم الاخطاء دي يجب ان يتم تداركها. احنا داخلين على ثلاث ماتشات صعبين جدا جدا جدا. صح بالظبط. احنا كره رمضان اللي هو دخل فيها دي، ما انت ده لو يعني ببطن رجله على الارض، وكره وليد اللي هو حط رجله فيها زي ضربه الجزاء، هو وليد بخبراته بامكانياته بمهاراته وعلى رجله الشمال، وسال زي ضربه الجزاء بالظبط كان يقدر يحطها. انا اتمنى بس، عارف يا كابتن فتحي ايه؟ ان المباراه دي بعد ما تخلص ان شاء الله، الناس بتقعد، الناس المباراه اللي فاتت عملت ايه؟ قعدت تتكلم بس على ان الاهلي جاب جول في الدقيقه كذا، مظبوط؟ لكن انا يهمني بقى ان النهارده الناس تقعد تتكلم، هل ضربات الجزاء دي ولا مش ضربات جزاء؟ الكرات اللي اتعملت كلها على النادي الاهلي دي، هل هي ضربات جزاء ولا مش ضربات جزاء؟ دي هتفتح، ما دي كانت هيبقى الجون الثاني والجون الثالث الجون الرابع، كان ممكن جدا. قانون كره القدم بيقول المباراه 90 دقيقه، تمام، ما بيقولش ان المباراه 98 دقيقه. يعني ايه؟ انا بتكلم يا كابتن، لا من عشان النقطه دي كمان، لا انا بس، لا انا بتكلم على اعاده اللقطات. احنا النهارده اعاده اللقطات بالنسبه لنا كان شيء بجد، كنا قاعدين ده من ضمن برضو الحرب، ده كنا قاعدين مش بجد مش مركزين في المباراه، مش هديهالك مش هديهالك. يعني احنا كنا قاعدين مش مركزين، حضراتكم كلنا كنا قاعدين مع بعض بنتفرج على الماتش، هل حد ركز في الماتش؟ احنا في كرات كانت بيبقى يحصل ايه، الكوره مثلا ناحيه جون امبي، وفجاه تلاقيها بقت ناحيه ايه، جون النادي الاهلي، وما شفتش اللعبه، وما شفتش اللعبه ايه اللي حصل في نص اللعبه. ممكن تكون فيها حاجه مهمه جدا بالنسبه لنا، على الاقل تقدر تفيد تامر، تقدر تفيد كابتن فتحي، تقدر تفيد بلال. ده شغل الاخراج. بس هي النقطه اللي عايز اقولها برضو لحضراتكم، الحته ان المباراه 90 دقيقه على الشوطين 45 و45، معنى ان الدقيقه تقول لي الدقيقه 98، لا ما فيش مباراه 98 دقيقه في القانون، وما فيش مباراه 110، وما فيش مباراه 93. لازم الحكم يكتب 45، هيكتب بلس بيكتب زائد. ليه بيكتب كده؟ لان هو بيكمل ال 45 دقيقه، ال 45 دقيقه ناقصين، فهو كملهم في 8 ضايعين منهم، ضايعين من ال 45، هو ما بيزيدش فوق ال 45، 45 لم يكتملوا. فعشان كده الناس لما حد يقول 98 او النهارده مثلا 94، هي مش 94، الاربع دقايق دولت اصلا داخلين من ضمن ال 45 دقيقه، 45 اللي وصلت الفكره. الناس عاملينها يعني، تمام. اكيد انا كابتن بلال عايز تقول حاجه في هذه او بعد هذه المباراه. لا عايز اقول يمكن برضو بعد كل مباراه لازم تخرج بحاجات ايجابيه وحاجات سلبيه. الحاجات السلبيه لازم ان انت تعدلها، والحاجات الايجابيه لازم تحافظ عليها عشان المباريات اللي جايه اصعب بكتير جدا. الاهلي عنده فتره كويسه، فتره راحه كويسه، مباراه الاسماعيلي لسه الاربع اللي جاي، يعني عندنا يعني في عندك تقريبا اسبوع بتعمل فيه استشفاء بشكل كويس قوي، تشتغل على الحاجات السلبيه اللي النهارده اللي كانت موجوده النهارده في الاداء، ولكن عندك الايجابيات اللي موجوده النهارده. الايجابيات اللي موجوده النهارده انك بتقدر تكسب، عندك لعيبه في الريتم بتاعها بقى يعلى او عالي بشكل كويس جدا. يعني يمكن تامر اتكلم على ثلاث لعيبه النهارده كانوا مميزين، حسين الشحات كان مميز النهارده، ايمن اشرف النهارده من افضل المباريات دي، افضل المباريات اللي كان اشرف النهارده بيمسك كرة وبيلعب الفرقه. لو في بس شويه يعني الحته اللي احنا الحته اللي انا اتكلمت فيها صالح جمعه عمرو سليمان، لو في الادوار متوزعه بشكل جيد النهارده كان ممكن نعمل جيم افضل من كده بكتير جدا، لان انت في وقت من الاوقات لو كنت سيطرت على نص ملعب، خاصه انك بتلاقي فرقه كل هدفها النهارده انك هي تلعب على طرف الملعب ومفضيه قلب الملعب بس فقط لا غير. فالنهارده
بس حته ان صالح جمعه وعمرو السوليه النهارده كل واحد يشتغل الوظيفه بتاعته بس في الملعب بشكل جيد جدا، المباراه الجايه هتبقى اسهل من كده بكتير. الاهلي النهارده مسيطر بشكل كبير، يعني ضيع اهداف كتيره جدا برضو زي ما امبي ضيع. لو سجلت بعض الاهداف، ودي اللي بنتكلم عليها كل مباراه، انك انت ازاي تستغل الاهداف. في مباراه تقدر تضيع ما يجيش فيك، وفي مباراه تقدر تضيع بس يجي فيك. لو كانت كل الكرات اللي تامر جابها دي على التاو دخلت في الجول هتبقى مشكله كبيره. عشان كده يمكن النهارده تامر الحته اللي بيتكلم فيها، عشان برضو زياده للشرح، هو النهارده بيتكلم في حته النهارده امبي ما قدرش يسجل، لكن اسماعيلي ممكن يسجل. بالظبط، هي دي الفكره. انت عشان كده يا اسلام، انت انا سجلت الهدف الاول، كابتن فتحي اتكلم، انت سجلت الهدف الاول، مش لازم تسجل الثاني عشان تاخد الثقه. خلاص انت سجلت الاول، بقى عندك ثقه، الفرقه الثانيه تحت ضغط هي اللي هتفتح الملعب، زي ما شفنا النهارده امبي من الدقيقه 80 وانت ممكن تسجل خمس اهداف مستريحين. الاهلي يمكن من الدقيقه 80 للدقيقه 93 او 94 جاله ثلاث اربع فرص متاحه جدا. الكلام ممكن تفتحي نقدر نسجل فيهم اهداف كثيره يا كابتن، ولكن طالما اشتغلت يا اسلام في الملعب داخل الملعب وسجلت هدف ووفقت انك تسجل هدف وانت خطوطك كلها مظبوطه، لازم تشتغل على الحته بشكل كويس جدا. تمام. لازم تضغط الفرقه اللي قدامك بشكل كويس قوي. تامر، طبعا مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لام بي. اتمنى ان الاداء يبقى المباريات اللي جايه افضل من كده بكتير، واتمنى ان انا اشوف حاجه اسلام اقول على فكره كويس انك فكرتني. من ضمن الايجابيات حتى لو ما تنفذتش النهارده صح، كرة السبت، برافو عليك، برافو عليك. ان كان النهارده بدات احس ان في خناقه، كلمنا يعني ان في حاجه بتحصل. كويس انك فكرتني عشان بس ما يبقاش في تشاؤم. بس ان الضربات الثابته واضح ان في حاجات ما تنفذتش بافضل ما يكون. في واحده في الشوط الاول اتلعب علي معلول، معلول سندها ببطن رجله، عليت منه جه ما نفذها، ما نفذ. ممكن يكون الملعب له دور في، مش عارف، بس ممكن. لانه كل اللعيبه حتى واحنا قاعدين يجي يوقف الكره كابتن فلوس الملعب والواحد برضه ما انت ما عملتش فيهم حاجه. يعني بص يا كابتن، عشان كده قلت هو واضح ان في ملامح ان هم بداوا يشتغلوا عليها، والتفاصيل الصغيره دي في المراحل المتاخره من عمر الدوري ممكن هي اللي تحسم الدوري وتخلص البطوله. كرات ثابته ممكن تخلص، فدي حاجه برضو تتحسب. بس اتمنى بقى يا اسلام في المتحرك جمل. بس برافو عليك في اللعب المتحرك زي ما شفنا يا اسلام امبي بتشتغل على حاجه واضحه وصريحه، خلاص هو بيشتغل عليها. واللي اللي بيجننك شويه او اللي بيخليك قاعد مستغرب ان كلنا اجمعنا، وده انا قايل لك قبليها، ان الراجل بيدخل شكري بيدخل ومحمد بسيوني قايل لك هيلعبوا ازاي، رؤى بيلعب راس مثلث لورا وعلى شماله وبيروح محمود غالي وبيروح على يمينه بسيوني، واول لما شكري بيدخل بسيوني بيقوم متحرك في ظهر مدافع. يعني احنا هنا كنا واخدين يعني ومذاكرين او واخدين بالنا. حس بقى ان في حد بيشتغل على اللي زي اللي بلال قاله في الاستوديو قبل المباراه، علاج الاخطاء الدفاعيه وتحسين الحاله الهجوميه. بس وهو ده اللي احنا محتاجينه بقى النهاردة. ما شفتش النهارده علاج للاخطاء الدفاعيه لان المشهد اتكرر اكتر من مره، وما شفتش تحسين. يعني انا كان نفسي اشوف هجمه للنادي الاهلي اتكررت مرتين عشان اقول لك الاهلي اشتغل على دي او راهن على دي، لكن لما تيجي تكلمني الجول لا، بس اشتغلت من ناحيه الشمال مثلا رمضان وعلي اتعملت اربع خمس مرات مش مرتين بس. يعني في حاجات برضو نقدر نتكلم فيها، لكن انا الحقيقه لو عارف ان انت هتتكلم في كل ده انا كنت جبت لك مثلا اللقطات من وجهه نظر انا بتاعه رمضان مثلا وعلي معلول. اللعبه دي بتتلعب بقالها من مباراه بيراميدز الوان تو هات، خلي بالك النهايه ايه يا اسلام، ما بين ما هو النهايه هنا او هنا تامر. لا هي مش مساله النهايه، مساله ان في حاجه بتتعمل قبل ما نوصل للنهايه. اللمسه الاخيره غير موجوده، اللمسه الاخيره دي احنا كلنا متفقين عليه. لكن في ناحيه الشمال مثلا لا، في حاجه اتعملت النهارده ومش النهارده بس، وانت قبل كده قلتها خلي بالك بالمناسبه. مظبوط، لو انا فاكر ماتش كان ايه، مش فاكر الحقيقه ماتش ايه، انت كنت موجود معانا وقلت لي ان احسن حاجه اتعملت ان اتعملت من ناحيه الشمال ثلاث اربع مرات نفس اللعبه، بتروجيت اعتقد اللي كان ماتش بعد بيراميدز الهدف اللي جابه وليد ازارو لما وليد اسمه رمضان صبحي دخل لجوه وعملها لوليد ازارو. وبالتالي لا، في حاجه اهي بتتعمل اوفرلاب فكله بيروح ناحيه الشمال فبيخش رمضان لجوه. الكره دي قبلها ثلاث اربع مرات، في حاجات بتتعمل. لكن الكلام اللي انت بتقوله مظبوط 100% في بعض الامور، ولكن في النهايه ايضا هناك امور بتحصل. مثلا محتاجين ان احنا نشوف الحاجات دي ناحيه اليمين مثلا يعني اكتر من الفتره اللي فاتت، انت فاهم؟ عشان كده بقول لك لا، في حاجات ايضا بتتعمل بدليل الاهداف الكتيره برضو اللي ضاعت سواء علينا او لينا. احنا كل اللي بنتكلمه فيه مع حضراتكم ان احنا عايزين بس ان احنا الثلاث مباريات القادمه ربنا يكرمنا ويستطيع النادي الاهلي الفوز بهذه الثلاث مباريات، واستطيع حصد تسع نقاط علشان ياخد الدوري العام. احنا مش هنتكلم في سبع نقاط بالمناسبه، ما بنتكلمش غير على تسع نقاط، مباراه الاسماعيلي وبعدها المقاولين وبعدها ان شاء الله مباراه الزمالك، يستطيع النادي الاهلي فيها الفوز بالتسع نقاط وبالتالي يكون فائزا بالدوري العام المصري هذا الموسم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن فتحي. لو عايز تقول حاجه، انا بس اقول حاجه، ان شاء الله بامر الله لو اعتمد الفرقه دي قدرت وصلت الثلث الاخير
التلت الاخير الهجومي قدروا دقه التسديد مهمه جدا وقوه التسديد. أوكي. النهارده كانوا بيشوطوها يعني كنا بنجيب باص لحارس المرمى، والدقه ان انا اشوط في الجول بالفرص اللي جات لي دي، بالشغل اللي احنا بنقول عليه مش 100% قادرين ان احنا نكمل المشوار ان شاء الله باذن الله في المباراه ان شاء الله. وبعدين بيني وبينك لو الاهداف اللي احنا ضيعناها كانت داخل الجون كنا هنبقى 5-6، ولو امبي بالاهداف اللي ضيعها كان هيبقى 3-4، وبالتالي برضه احنا هنبقى كسبانين ان شاء الله. اشكرك جدا يا كابتن بلال على وجودك معانا، شكرا جزيلا يا كابتن تامر على وجودك معانا. اشكركم اعزائي المشاهدين على الفقره دي، بس عندنا لسه فقرتين تانيين. الفقره القادمه هتكون مع الدكتور احمد ثابت، هنتكلم برضه عن اهم الارقام والاحصاءات الخاصه بالنادي الاهلي بعد هذه المباراه. بشكر كابتن فتحي، بشكر كابتن بلال، بشكر كابتن تامر. هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل هنلتقي بالدكتور احمد ثابت.